بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله أشواطنا المتواصلة مشاهدينا الكرام في ميدان الساد في صباح هذا اليوم، شوط ينتهي وشوط يبدأ. تابعت مشتط حضر الحضور المميز وبدون أوامر، سجل 34 أهدى الفوز والناموس للدكتور سعيد بن محمد الشرقي العامري. تهانينا له الناموس للمرة الثانية، وتهانينا لبنقمشة، وتهانينا لكل من فاز في صباح هذا اليوم بميدان الساد. أما شوطنا الخامس الخاص للأبكار الحجايج، شعارة حلوة يتصدر القيادة على ظهر حلوة سعيد بن علي بشفيان العامري، هذه حلوة انطلقت إلى المركز الأول مباشرة منذ البداية، سيطرت على المركز الأول. المركز الثاني، المركز الثاني مشاهدين الكرام أشوف هني شكله عوض بن مهدي الأحبابي. المركز الثالث شعار شيخ حامد بن محمد بن ركاض العامري، لكن ينخطف من شعار بن سويلم، من شعار بن سويلم على ظهر أندار مبارك بن أحمد بن سويلم العامري. تليها في المركز الرابع، يا سلام يا الدخول من نوف عمر بن خميس بن فرج بن حريز المري. والمركز الخامس، المركز الخامس لسعيد بن محمد بن سعيد الحارثي، نوادر ولكن هناك الدخول مشاهدين الكرام من شعار عبيد بن ناصر بن دغاش العامري على ظهر شواهين، على ظهر شواهين، لكن هني الوصول من ايضا شواهين عمر بن علي بن محمد النيادي اللي اخذت المركز السادس في هذه اللحظات. هكذا النداء، هكذا المسار، هكذا التحدي في شوطنا الخامس. نعود الى حلوه، خذينا جوله على الست، خذينا جوله على الست وعديناها كامله، ونعود بكم الى اللي هي حلوه. حلوه سعيد بن علي بن شفيان العامري، ما شاء الله تبارك الرحمن، تقدم احسن العروض المميزه على ارضيه هذا الميدان، على ارضيه ميدان الساد، على ايضا ميدان الساد جوهرة الميادين. المركز الثاني، المركز الثاني انذار مبارك بن احمد بن سويلم العامري. من ياتي بانذار؟ الوصول من جناح حمد بن سهيل بوثم العامري، من ياتي بجناح على المركز الثالث. وفي المركز الرابع، المركز الرابع نوف عمر بن خميس بن حريز المري في المركز الرابع. وفي المركز الخامس، المركز الخامس نوادر سعيد بن محمد بن سعيد الحارثي. من يقدم نوادر؟ الوصول في هذه اللحظات، يا سلام يا الشامخة، يا سلام يا الشامخة. تابع العبور، تابع اللي بتابع، تابع العبور محمد بن سهيل بن وديمة العامري. من يقدم الشامخة؟ أتتنا من المناطق الخلفية وعبرت عبور الكرام، خذت لها وحدة على يمينها وحدة على يسارها وقالت لهن باي باي. بن وديمة محمد بن سهيل بن وديمة العامري، الشامخة شامخة الشعار والعرض، تتسلل إلى مقدمة الشوط وتنفرد الانفراد التام، تنفرد الانفراد التام. خلاص الشوط للشامخة، الشوط للشامخة لمحمد بن سهيل بن وديمة العامري، تنفرد بالمركز الأول الانفراد التام عن كل الأسماء الحاضرة في هذا الشوط. ما شاء الله وتبارك الرحمن على هذا العرض اللي تقدمه الشامخة، اللي تقدم الشامخة لمحمد بن سهيل بن وديمة العامري. نبعث له السلامات ونهنيه على هذا المال الطيب وعلى هذا الحلال الطيب، ونتمنى له التوفيق بإذن الله تعالى. أبو سهيل متواجد هناك في ميدان الرمحية بالمملكة العربية السعودية، كياتي بالعلوم المميزة كالعادة، وهذه الشامخة أيضا تهديه الفوز والانتصار بمتابعة حمد بن محمد بن وديمة العامري الحاضر أبو محمد ويتابع الشامخة وهذا الانفراد. يا سلام يا سلام يا اخواني، وايش هالسبق 200 متر، سلام يا ابو سهيل سلام. هذه الشامخة تصل بانفراد، تصل بدون منافس على الاطلاق. ننتظر المركز الثاني، ننتظر المركز الثاني والثانية اللي وصلت رقم 10 شواهين
عبد الله اللي هي شواهين حق محمد بن سالم بن شفيان العامري، والمركز الثالث لسهيل بوثم، الرابعة البن سويلم، الخامس سعيد بن علي بن شفيان، السادس لسعيد بن محمد الحارثي. نشوف التوقيت، التوقيت يتحطم التوقيت، 4:35 ثانية. تهانينا والناموس لمحمد بن سهيل بن وديمة العامري على فوز الشامخة، نبارك له على هذا الفوز.